جولة أخبار 9 مساء، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنوع مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والجابون، وأكد الرئيس خلال مباحثاته مع نظيره الجابوني علي بونجو عزم مصر على تطوير آفاق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة. وأعرب السيسي عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون في المجال الصحي لوجود مستشفى مصري في الجابون، وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تقديم دعم الفني للجابون في مجال بناء القدرات. كما اتفق الرئيسان على عقد اللجنة المشتركة بين الدولتين قبل نهاية العام الجاري في الجابون. كما وجه الرئيس الدعوة لنظيره الجابوني للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب ومنتدى أفريقيا 2017 المقرر عقدهما في شرم الشيخ. وفي مداخلة هاتفية في خدمة إخبارية سابقة، أشاد السفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون بحفاوة الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي هناك، كما أشاد بعمق العلاقات بين البلدين. تفتح جولة مشاورات موسعة ما بين أعضاء الوفدين، هتتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية ومسائل البيئة ومسائل مكافحة الإرهاب. طبعا الاستقبال كان استقبال في اولا في المطار، ثم استقبال ثاني في القصر الجمهوري، استقبال على درجه عاليه جدا جدا من الحفاوه. هي زياره ليها طابع خاص وليها اهتمام في هنا في الجابون، واحنا طبعا مستعدين ان احنا نتعاون مع الجانب الجابوني خاصه في مجال التعاون الفني وامدادهم بالدورات التدريبيه والعداله وفي مجالات مكافحه الارهاب ومجالات الطب والتمريض. أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، على أن تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة سفاجة بمحافظة البحر الأحمر. كما نص القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار من رئيس الجمهورية. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها. قال رئيس الوزراء المهندس الشريف إسماعيل أن الدولة تولي تطوير هيئة السكك الحديدية أهمية كبيرة، وأنه يتم العمل على إضافة خطوط جديدة لاستيعاب تغيرات التوزيع السكاني. وأضاف إسماعيل أن فكرة مشاركة القطاع الخاص في مشروع التطوير واردة في خدمات بعينها بالهيئة. احنا بالنسبة لنا في المرحلة الحالية هيئة سكك الحديد مطلوب تطويرها كعربات قطارات كجرارات كنظم إشارات، وده اللي الدولة والحكومة بتشتغل فيه في الوقت الحالي في كل يعني في كل الاتجاهات. والاستثمارات المطلوبة استثمارات كبيرة جدا وضخمة جدا، واحنا اوريدي وفرنا جزء من هذه الاستثمارات عن طريق الاقتراض. فكرة مشاركة القطاع الخاص فكرة واردة على خطوط معينة وعلى خدمات معينة، أمر وارد جدا إنها يعني تدخل حيز التنفيذ. تطوير السكة الحديد هو الشيء المهم جدا، وإضافة خطوط جديدة، لأنه الخريطة بالنسبة لتوزيع السكان وبالنسبة للمناطق الصناعية اختلفت مع الزمان والفترة الحالية. وأعلن إسماعيل أن التقرير نصف السنوي الثاني للحكومة أوشك على الانتهاء، وسيتم رفعه لرئيس الجمهورية ومجلس النواب. وقال إسماعيل أن القرار بشأن ضوابط الغرف التجارية يأتي لأهمية دورها في المرحلة الحالية، وأن الحكومة حريصة على الاستفادة منها في منظومة التجارة الداخلية. بنهاية العام المالي بالتأكيد في تقرير هيتم إعداده تفصيلا على الميزانية والموقف طبعا المشروعات وما تم إنجازه، وبإذن الله هيتعرض على رئاسة الجمهورية وسيادة الرئيس شخصيا وكمان مجلس النواب. هذا القرار ده بالتنسيق ما بين وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية بيدي يعني أو بيخلي الغرف التجارية يبقى ليها دور أكبر فيه ومشاركة أكبر.
هذا ويعقد غدا الخميس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بجانب استعراض قانون التأجير التمويلي والتخصيم. كان المهندس شريف إسماعيل ترأس في وقت سابق من اليوم الأربعاء اجتماعا ضم وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والتنمية المحلية والزراعة والتربية والتعليم ورئيس هيئة سلامة الغذاء لتناول التقرير الذي تم إعداده حول ملف منظومة التغذية المدرسية. ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع باتباع عدد من الضوابط تتعلق بتنظيم أسلوب وشروط التعاقد ونظم التوريد والتوزيع والتخزين، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الرقابة من خلال آليات مختلفة تحدد بوضوح دور ومسؤولية كافة الأطراف المتعاملة داخل هذه المنظومة. قال وزير النقل والمواصلات هشام عرفات في مؤتمر صحفي شارك فيه أيضا الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إنه يجب العمل على ربط الموانئ المصرية بحركة التجارة العالمية. دايما الدراسة لازم ناخد في اعتبارنا دراسة الموانئ المحيطة، احنا كلنا معظمنا في نفس البيزن، صحيح موقع مصر الجغرافي قوي جدا، انما ما ينفعش برضو ان انا اعتمد على هذا الموقع من غير ما ادرس برضو الموانئ اللي حواليا بتعمل ايه، من غير ما اربطها برضو بحركة التجارة العالمية شكلها ايه. فكان الفكرة ان احنا الهدف منها ان احنا بنشجع الشيبينج لاينز عندنا انها تيجي، هنشجع الاستثمار في موانئ انها تعلى، هنشجع فرص العمل انها تزيد، ليها إيجابيات على مستوى النمو الاقتصادي عندنا في مصر إن شاء الله. اللي دايما بقول النمو الاقتصادي دايما بيبتدي من المينا، دايما النمو الاقتصادي يبدأ من المينا. من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إنه يتم حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة لربط الموانئ المصرية بخطوط الملاحة العالمية. هي احنا قعدنا مع غرف الملاحة والسادة التوكيلات الملاحية واستمعنا لهم، وكان الاتفاق ما بيننا ان احنا نحل مشاكل التوكيلات الملاحية وغرف الملاحة. فاحنا على مستوى الهيئة الاقتصادية هي بدأنا حل هذه المشاكل واتخاذ اجراءات لجذب الخطوط الملاحية لاستخدام الموانئ المصرية، مع وضع ان احنا مش جست او نجذبهم فقط، لا نحسن من الخدمات الملاحية اللي تقدم لهذه السفن داخل هذه الموانئ. قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد أن ربط منظومة المواليد والوفيات بالساعة السكانية هي المنظومة الأساسية لكل البيانات في مصر. وأضافت السعيد خلال مؤتمر إعلان ربط الساعة السكانية بمنظومة الوفيات والمواليد أن الجهد المبذول نتاج لتعاون الوزارة مع وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. منظومة المواليد والوفيات وما كانت هذه المنظومة ده حدث مهم جدا، دي قاعدة البيانات الأساسية أو منظومة البيانات الأساسية أو هي المنظومة الأم الحقيقة، بعتبرها المنظومة الأم لكل البيانات اللي موجودة في مصر. احنا بنحتفل النهاردة بربطها بالساعة السكانية، وده جهد نتاج ما كانت مكاتب الصحة 4571 مكتب اللي تموا على مستوى الجمهورية، جهد كبير جدا قاموا به الزملاء في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في قطاع التنمية الإدارية والزملاء في وزارة الصحة عشان نربط هذه المكاتب ونميكنها. أي تخطيط سليم بيحتاج بيانات سليمة، عشان يبقى عندي النهاردة أي سياسات إحنا بنضعها محتاجين أن يكون لدينا بيانات سليمة وبيانات مدققة. أعلنت إدارة عمليات حفظ السلام عن تبوؤ مصر المرتبة الثالثة عالميا ضمن تصنيف الدول الكبرى المساهمة بقوات شرطية خلال الفترة الحالية، إذ بلغ عدد القوات المشاركة 729 ضابط وفرد ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عدد من البلدان. يأتي ذلك من منطلق الدور المحوري والريادي للدولة المصرية وحرصها على دعم جهود السلام في كافة أنحاء العالم من خلال المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقوات شرطية مؤهلة تأهيلا رفيع المستوى.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي إنه جاري تحويل كل البطاقات التموينية لبطاقات ذكية، حيث صدرت فعليا 600 ألف بطاقة وتتم طباعة 180 ألف بطاقة حاليا. وقال الوزير إن لدينا احتياطي قمح يكفي قرابة 5 أشهر، واحتياطي الزيت يكفي لنحو 4 أشهر، وأن الاحتياطي من الأرز كاف، وهناك قرار بمنع تصدير خلال العام الجاري من هذه السلعة الأساسية لتوفير احتياجات السوق المحلية. في أمان الله.